عايزين بقى في البداية كده هروح لدكتور مها أسأل حضرتك أكتر، نعرف المشاهد إيه هي وحدة أصلا مكافحة التحرش، بدأت إمتى، كانت فكرة مين، يعني عايزين بريف صغير عنها كده. وحدة من وحدات التحرش الحقيقة كانت فكرة صغيرة قوي، بدأت بفكرة صغيرة جدا. جت طالبة أعرفها قالت لي إن هي بتاخد دراسات، طالبة دراسات عليا، إن في ناس بيضايقوها وهي رايحة بالليل المحاضرات بتاعت بالليل في الكلية. فبدأنا نفكر طب نعمل إيه، طب ما نعملش إيه، طب نتصرف إزاي. فقلنا طب ما كل جامعات العالم فيها سياسة لمناهضة التحرش، مع طب ما احنا ما بنعملش ليه سياسة لمناهضة التحرش عندنا في جامعة القاهرة. وفعلا مجموعة من الأساتذة مع مجموعة من جامعات منظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل في الموضوع ده اتلمينا على بعض وعملنا دراسات كتيرة جدا، عملنا دراسات مستفيضة على ايه اللي بيتعمل في الجامعات اللي في العالم. وجدنا اما عملنا الدراسات دي لقينا حاجتين مهمين قوي. الحاجة الاولانية ان مفيش جامعة في الشرق الاوسط ولا افريقيا عندها سياسة لمناهضة التحرش. دي اول حاجة. الحاجة التانية ان السياسات دي كلها قائمة على ان بيحصل تحرش وهما بيحققوا، يعني مفترضين جدلا ان الناس كلها عارفة يعني ايه تحرش وان التحرش ممنوع. فكانت نقطة البداية بتاعتنا مختلفة شوية. فاحنا عملنا بوليسي، فعلا عملنا سياسة لجامعة القاهرة لمناهضة التحرش، وعملنا لكن هي مختلفة عن السياسات الأخرى لأنها بتتضمن التوعية والدعم النفسي. و بدأتوها يمكن من أول خالص، يعني بدأتوها from scratch. طبعا احنا كان عندنا تصور كده، أخذنا التصور للدكتور الأستاذ دكتور جابر نصر رئيس الجامعة وقلنا له احنا عندنا التصور ده عايزين نعمل كده. فالحقيقة هو اللي قال لنا لا ده مش هينفع، احنا عايزين نعمل توعية، احنا عايزين نعمل تدريبات، احنا عايزين نعمل كانت داخل الجامعة، يعني التوعية والدورات دي كانت داخل كل الجامعة، كل حاجة داخل الجامعة.